السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم بغيت ندير لكم واحد الوصفه، الوصفه ديال المادلين. كنت ديجا وريتها لكم، ولكن ما قلت ما زعما ما قلت لكمش المقادير كلشي، ولا كما وعدتكم غادي نديروها. كتخرج زوينه بمكونات بسيطه. دروكا غادي نبداو ان شاء الله. يلا زيدوا معايا ان شاء الله. هانتوما كتشوفوا كتجي رائعه رائعه يا البنات. البنات لاباس؟ كي دايرين؟ كي دايرين مع هاد الجو؟ كي داير مع البيغيس؟ وحنا عندنا جو زوين في فرنسا، السخونيه. توحشتكم بزاف بزاف بزاف. سمحوا لي واخا كنطعط لكم واحد شويه، ولكن كنرجع لكم مره مره بواحد بعض الوصفات الخفيفه. محده حنا دوكا جالسين في الدور ديالنا، خصنا نديرو شي حاجه لوليداتنا باش يفرحوا ومنها الوقت يدوز. فوالا، انا كنت وريت لكم واحد الوصفه ديال لي مادلين، ولكن ما درتهمش لكم. قلت لكم غادي نديرهم لكم من بعد. ها هي الطاوه، عندي جوج طاوات صغار، عندي جوج طاوات صغار اللي كتشوفوا، اللي كنت شدو واحد لابغوكم بشحال هادي، وكنت استعملتهم وجربتهم وخرجوا ليا زوينين. وقلت علاش لا غادي نوريكم المقادير. كتكون بجميع البيوت وكتكون سهله، ما كيكون فيها والو غير البيض والحليب والزيت وشويه الملحه وسميتو صافي. يلا دوكا ان شاء الله نبداو. دوكا خصني البيض على درجه الحراره ديما يخرج ساعه ولا ساعتين في الثلاجه، وكل بيان سور يكون معقم، و سورتو هاد الفيروس يكون مغسول مزيان بالخل. على فكره الخل. غادي ندير واحد السكر، انا كنبغي السكر، عشاق السكر. ما باش السكر ما يديروش، يدير على حسب القياس ديالو. الزيت ما غاديش نكثرها، غادي ندير غير واحد نص كاس ديال الزيت. اللي ما بغاش يدير الزبده، انا كنفضل ندير الزيت كما كنقول لكم. الحليب بيان سور ديروا الحليب، الكاس ديال الحليب يكون شويه ديما سخون، ما يكونش بارد باش تطلع لكم الوصفه. وبيان سور الملحه، واحد القبصه ديال الملحه، شويه ديال الخل، حيت الخل كيعطي الهشاشه الحلوه. واش انا باقي غادي ندير الخماره؟ غادي ديروا الخماره ديال الحلوه. الا كانت زعما لا كونتيتي كبيره ديروا جوج، الا كانت راه ديروا واحد شويه بحال هذا كندير ديما شويه. وديروا فاني، تقدروا تنسموا بنكهه ديال الليمون والحامض، النكهات اللي بغيتوا. انا غادي ندير الفاني بوغ لانستو. فوالا، انا دوكا درت معكم هذا الشيء مباشر، ما غاديش ندير. وحاجه اللي بقات هي الدقيق ولا فارينه فوالا. الفارينة صافي، غادي نبدا معكم ان شاء الله. غادي حيت ما عارفين ندير، غادي نبدا ان شاء الله باش نبان لكم زعما مزيان. كما قلت لكم، الا كانت لا كونتيتي كبيره ديروا 4 حتى 5. انا غادي ندير غير واحد المقدار صغير. غادي ندير 3 د البيضات، بسم الله. وغادي نطربوهم بحال هدا. شكون كدا معرفش يطرب؟ هادي هاد المقادير ساهلة وزوينة. ديروها هذا ديال يدوي ولا طراب الكهربائي. حاجه هنا مورا سميتو، حيت غير جلستو وتقال علي الراس ديالي، قلت غادي ندير شي حاجه. ما كان قررش اش غادي ندير، شنو ندير. كتجي ليا في الراس ديالي كندير الملحه، غنديرو الملحه، غندير الخل، كنشوف بعد مرة في الكاميرا واش شاعلة ولا ما شاعلاش، حيت مع الحيط لي لونيت ديالي. وبعد ما كانت كيف ما كنشعلهاش كنهضر، كتوقع عليا شحال من هو. ولا
وديروا الزيت، الزيت ديروها بشويه بحال المايونيز. نطلعوها مزيان تكون احسن. انا فيه البصل عندي طرب والله ما انا معقده بزاف. السكر كما قلت لكم البنات هذه هي الوقيته الواحد بقى يختار من فرصه ما يديرش شي واحد لولادو وجلاتو ونقيو ديوركم وخملو وحكو اعطى الله ما يدار. عرفتي الشغل ما كيتقاداش والله. وجبتو فوالا وتخيو الحوايج اللي مقطع رميو ولا بتصدقو تصدقو عطا الله. وصحاب الجرده كاين اللي فيا دوكا هما قدامي انا والله الا من الصباح واحد القوري هنا من الصباح كيدير الجرده كنفيق نحل الشرجه نلقاه تيسو كيفي شويه زعما الوقت كيدوز و كيتلهى الواحد. احسن الواحد يدير داكشي مدارو ولا يخرج يجيب واحد المصيبه لولادو ولا رجالاتو. احسن البنات جلسوا بديوركم الدراري جلسوا في الحقيقه كاين ما تيولفش جلس في الدار ولكن حنا الحمد لله مولفين بزاف والله كل حاجه اللي بقى جبت السلعه ديما ما نخرجش كنخرج غير الا كانت الضروره 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 والحمد لله راه كلشي موفر. مي ما كنمشيو لاوشو دوكا هاد الايامات شويه كان 10 دقائق كندوزو صافي فوالا صافي البنات. ماعرفتش نطول معاكم الحليب كندير معاكم الدردشة ديما بحال هدا. توحشتكم بزاف والله البنات توحشتكم وحق الله. كما كنقول لكم البنات كنشوف لكم ديما 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 الفيديوهات ديالكم. جزاكم الله خيرا عاونوني. انا دوكا راه وصلت عامين وباقي ما كملتش باقي عندي السوايع بزاف وعاونوني جزاء الله. كنشكركم بزاف من الاعماق ديالي وراه كنشوف لكم تندير لكم مشاهده وكنشوف لكم وعاونوني بواحد اللايك والمشاهده باش تكبر حتى القناه ديالي. ايوا هادشي الزهر كاين اللي عنده زهر كاين ما عندوش زهر صح واحد سميتو. غادي ندير واحد المعلقه ديال الفاني ما كنبغيش نقولها ولكن ايوا نقولها صافي فضلا وليس امرا. صافي غادي بقى لي الدقيق الدقيق غادي نديرو شويه بشويه. الخمارة غادي نديرها في الاخر باش تساعدني زعما والله يدني الدقيق راه ما عنديش ما فيا اللي نمشي عاود لوشو نبقى تهزني عاود الرعده والله كنخرج كتهزني الرعده بزاف 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 وخصني نخرج وندخل وخصني نقي رجليا ويديا ونعقم وكنمسح في البيبان ونمسح في الكواني ونمسح والله كنخافو بزاف بزاف بزاف. الله يسترنا ويستر الجميع يا ربي وبعد علينا هذا الوباء. ايوا ما كان عندنا غير نسمعوا ونطبقوا داكشي اللي تيقول القانون وصافي. وبهذا المنبر كنشكر وزاره الصحه ودوك اللي كي زعما كيسهروا الليالي على الصحه والمستشفيات وهاد الممرضات داكشي كنوجه لهم التحيه ديالي كنقول لكم شكرا 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 جميع انعاء العالم السعودية. الامن والشرطه والصحه زعما هادو راه والله الا كيستاهلوا ما عطيش كيستاهلوا حق الله. الشكر كبير 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 حيت بلا بهم والله ما غاش نكون والو. وتبرعوا يا البنات اللي عنده شي حاجه كنقولها لهاد الناس اللي لاباس عليهم علاش لا الواحد يتبرع يتساهم بالفلوس المستشفى.
المستشفيات وداك الشيء يعاون اللي عنده، علاش لا؟ الصدقه راه زوينه. شيكم البنات درت هادشي ديريكت والله. الله يبيني واش ما ديروش ما تخافش ولا دي خص يكون بينو وبين جو كرو كسي بون بارك عليه. نزيد واحد شويه يعني واحد شويه نمشي شويه كيقولوا نصارى نمشي شويه ميزانو بقى يشوف وبقى يدير فوالا كملات شويه اللي بقى ما كاين مشكل باش يتهنى. مابغيش نقطع عليكم سيتو بلا كتسمعو شويه صداع حيت عندي جيران شويه ما الناس قالت لي في الجرو ديالهم ما قدريش وحليت الشرجم. المهم الخدمه راه البنات ديرو وحده حتى لجوج ماشي طلع كلشي راه ندير كامل كامل زعما وحده كامله. هادي ديال 7 غرام الفران البنات درتو على 180 درجة صافي غادي ديرو قابلو. صافي درت الفوطة كنقلب عليها انا درتها انا كنقلب عليها صافي البنات و غادي نقطع لكم ونرجع معكم. دوكا راه كملت الخليط انتما كتشوفوا الخليط راه هو عشرة كيطات غادي نديرو بهاد هادي ولا بشي معلقة ولا اللي عندكم. انا كنفضل ديما نهزو بهادي فوالا وانتما كما قلت لكم راه الطاوة راه ها هي عندي كاين دوك ديال السيليكون البنات اللي عندو السيليكون غير كما قلت لكم شريت هادي بقات عندي وصافي غادي نبقى نستعمل فيها فوالا دوكا غادي نبدا ان شاء الله. بيان سيغ دوقو سكر دوقو المهم بحال هدا ونمسحو من لخر غادي نمسح ان شاء الله كترتهم بزاف بزاف. زعما مع اتاي مع القهوة تيكون زوينين والدري كيبغيهم حتى الدري الصغار كيبغيهم بزاف. انا راه بنتي البارح حنا حتى كتقول لي قالت لك واش نسيتي قلتي لي بغيتي ديري لينا هادي ما دلي قلتها والله يا نسيت. صافي غادي ديرو هذا طمرو بحال هذا عمرهم حيت الا درت لهم غير شويه كيكونوا زعما دايرين. المهم غادي نقص شويه في هادي ولا
البنات على هاد الشكل راه غادي نطويهم في الاخر باش نوري لكم. صافي غادي نديرهم في الفران، غادي نكمل الاخرى ونديرهم في الفران ونقابلهم. هما كيبغيو بيان سور تقابليهم في الفران، هادو تم قبيله قابلهم وغادي نوري لكم نوري لكم السويفه. فوالا غادي ندير نكمل معاكم ما كان يدار شوية شوية غنبدي شوية اوب البنات كيسخن كما كيكون قبيلة التسميح كنعاودها. الجو عندنا سخون كنظن حتى نتوما عندكم الجو سخون. ايوا كنظن كنطلبوا الله ان شاء الله باش ترجع المياه لمجاريها كما كيقولوا الناس. ايوا ترجع الحياة ديالنا كما كانت. انا كملت البنات شتاتو دوكا درت 3 تاع 6 كو هذه كتكون فيها 6 6 12 غادي نطيبو غادي نعاود اخرين نعاودهم باش نوري لكم الفران. ها هو غادي نحاول ندير بشويه ما حقنيش. هادي شوية اللي خصني نقص فيها يمكن. صافي البنات وغادي نرجع معاكم باش نوريكم مع العادة غنختار من الفرصة غادي ندير غادي نغسل الماعن ديالي لافيسي ديالي دو سكوند دو مينوت ما عندي والو غير باش ندوز شوية الوقت وصافي. كاين والو خص باش نحيدهم و دوكا الماء ونصممو ديما حنا ديما يدينا في الماء. الطاولة درتها البنات انا طاولة دابا درتها كطيب الحلوة ديال الماء طلعت مكنعرفش شنو غندير معاكم ولا لسان بحال هدا. دوكا منقدرو نفيلمي ولا برا ولا حتى شي حاجة بعدا ما عندنا والو. هما المشكلة هي الفضيحة اللي خاصانا اللي كيخصنا شي حاجة مكنقدروش نخرجو. بعدين الخميرة تخرج السكر كلشي اللي كيمشي واحد المال مكيقدرش يفكر كلشي. والله واخا قيت انا قيت كلشي واحد الورقة ونسيت الخمارة ديال الحلوة انا وكنعرف فيها لي بوازا هنا الجيران ولكن مكتقدريش تمشي مع حتى واحد. كلشي كيخاف كلشي الا مشيتي عندو كيرجع للور كيخاف. ما دوكا في الحرب وصافي اش غنديرو. Thank you.
انا كملت. وكل يوم الصبح للعشية مسح 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 مسح. اسمح البنات صافي انا كملت وغادي نمشي نطلع الحوايج ديالي ونرجع معاكم ان شاء الله. ما تمشيوش بعيد. البنات انا غادي نغوزي لي فلوغ ديالي. انتما كتشوفوا الجو زوين. نقتلفوا الفرصه نديروا الجردان ديالنا نديروا الميناج ديالنا. علاش لا؟ روغارد سكو تي في. Voilà, viens là à côté. هذه البنات واحد الورده زوينه كيكون فيها معطى سميتها هذه وهذه الورد هي هذه واحد الورده تاع الورد ديال الورد تيكون غوز كما تشوفوا. هذه التمر انا ملي كناكل التمر ديما كندير التمر هنا ديالي كتشوفوا التمر هذا نغطل من الفرصة إلا كنتسنى الحلو باش طيب. هذا العرعر البنات هذا سميتو العرعر. يلا شتا هي واحد الوردة صافي. هادشي اللي كاين البنات غادي ندخل باش نشوف الحلوه ديالي واش طابت ولا لا. نتلاقاو من بعد ان شاء الله. البنات الحلوه هي كما قلت لكم هاد الوصفه ديال المادلين. انتم كتشوفوا ها هو ها هي مقربها لكم شويه كتجي رائعه البنات. انا راه ذوقتها بالشوكولات ذوقها بالشوكولات ولا بالكونفيتير وتخليوها غير هي هكاك. انا من محبين ديال الشوكولاته وبنتي حتى هي وانا وراه فرحه دروك كتسنى غير فوقاش تاكل. البنات الى عجبكم الى عجبتكم الوصفه بحال العاده ما تبخلوش عليا كما قلت لكم بجيم تشاركوا في القناه ديالي. وكنقول لكم جزاكم الله خيرا كنشكركم داخل المغرب وخارج المغرب وكنتمنى ما نكونش ثقيله عليكم. وانا راه غير مره كنغبر وكنقول بلاتي كندير شي حاجه ولا البنات انتما رفقتكم السلامة البنات. شكرا.